الله القدوات. والله عنا نعرج على الموضوع في المرة الثانية، لكن عندنا بيتين للضيوف وهم يستاهلون أكثر منها. كفو. أقول يا الله يلي في يده كل الأرزاق، ترزقني الطاعة ونفس الرضية، ترضى مقسومك مع كل مشراق ومع الغروب وكل ساعة أبي. من بعدها يا مرحبا عد الأوراق، ترحيبة جزلة ومن طيبة نية بضيوفنا الغالين وأصحاب الأخلاق وأهل العلوم اللي لها لولوية في منبر دوم له الناس تشتاق، منبر قناة الواقع العالمية. وتحية عطرة تقدم بميثاق للي يتابعنا بصبح وعشية، أهل القلوب البيض من كل الآفاق وأهل النوايا والنفوس الوفية. يقولها شاعر الأبيات خلاق مضمونها صادق الهادي وذيها، ولاني على ما قيل للشعر سراق أفكاري الجزلة الغيري وليها، دايم وأنا صدري وسيع ولا ضاق، وأقبل وصاة اللي يجيد الوصية. النقد أنا أحبه ولا جاله أغلاق عندي وعند أهل العقول الذكية، واللي يقول النقد اللي حسب الأذواق أقول له غلطان، ما هي هي وصلاة ربي عد ما لاح براق على رسول الله خير البرية وسلام الله. الله يحييكم تحية المطر. تسلم والله. أقول مطلق والله بلسانك.